ولي دغه هددك كما دا دعسانين كوف سار حندرا لو جيستي سمية يا آمينة او دا آدو دو اي كالتهاي أفر سنة يسدح سنجر هاسي يشيق سودو وادب او دعددن وحيكا دعد الشابة لده هوسي حالك هده قبدها سير لغو دبيبا يو اسبتا المدينة ماشا لغو سو ديباتي يقوبتا حالدو دعاف ماد لغو دبيبا يو حيسو جرتا صدن كيلومتر والدين تدلق قبلها نير وقوم ميلا فدي فجع يلياب لبنا ياشان واحد بوقضيح اللي بانادا هاوينكا يكجر قولها شعبكا والرد بلشد الرايتكا اي مسؤولين تقبل كبنادر واحد لقارسي يدي قكا لدوبان إماتيكا هالكن حل بانادا هاوينكا وحاكو هزدوغان إن إيادو قوحو يهين تعديق قبلها نير لو قيستي قدون كبارلمان كا يكو إيدا ينو نسكن نتري شرعيق تعديق هاوينكا إن كبادن صدح سنان أو بارلمان كهوريا لشرعيقاسي ولنا على ميل مرين هاوينكا يانا عود دير كويري على باسية شرعيقا على باسية شرعيقا على باسية شرعيقا على جاجيو على جاجيو على باسية شرعيقا على باسية شرعيقا على جاجيو وقهرين وحابور باهنت الله اللي قاركا مداحي لبانادا هاوينكا أنا مسنة هاي إن هاتن لج لجوجي لج لجوجو وقت جي وح لجاجا قبل لها اللي هي اللي لها حير أو شرعية أو أريمها إنه كلا ستوس أو حقوق قبته أرين تاسو حنك عصنا هنا بارلمانك يا حكومة دا يفسد دقدقة وحلوقة قبته أرين تاسو كفا فاسن ورصحافة دي دين أو قايبين دونه وحلينا وحفل كاسمية إلهي بنودر نسق قوة له وحذر كيسين أدون كينو كنا علين أنا جو وحنا هاي تذكر وراو بطل كنتني دور سنة شراء ولي جاي ما أركن وقت جن ما أنت شراء كلا ولي جاي منو أركن إن لكنه شرعي قال الجود دفاع حقوق الهوان كصوماليات ما ده ده شرع شرين دباتوين كان كفسي جوا سعنا يا وين سيس عن دونان قدومية هاي برلمان كفدرال كصوماليا وحن لاي هاي مركي مر الله مركي صوص لافر برلمانك إن كانوا شرعي هوانك صومالية وح هذا وهر يا أنك شقين دون وشرعي جنسية والله هلو عدالة إهلان قبلها إن شاء الله جواهر بارقب قدومية أورك هوانك قبل كبنادر أرنتنا وحيكوت الممتمد بن آدن ماذا كبحسن عدالة دان الهور كانوا شخصيات كارنتن كدن بيه وأنا كديد إنه وأنا أرنتان أن الباب كأن استأجنون ما يلبانو قرعنو وأنا كده قال إنه وأنا كديد إنه وأنا ده إنه عدالة ده لك إنه وحنا كلا وارحنا ضرر دين الإسلام كنا مقبته إلهي وحنا كبر ينا كواس وعدالة ده ما نلك إنه شرعي إنه الجفليه حلبان نور سيدو بابا كنا مدام مضنياش قلها شعبك سيدو كلا نقيبك جودك حقوق الإنسان كبرلمان كانتو بنات ayaa Hussein ka shaqeyn doonaan qaabka sharciiga loo meel marin lahaa kal fadhiga baarlamaanka markuu furmana sharciiga ugu horeeyay ay ka shaqeyn doonaan uu noqon doono sharciigan la iskeen dhatirayo anigu ka xilibaan ahaan maadaama aan ka mid ahay gudiga xuquuqul insaanka shaqadeeduna ay ahayd inaan ma aragtay sharciigaas aan dabagal ku suubiyo aan keeno golaha shacabka waxaan idin ballan qaadayaa maadaama aan gudiga xuquuqul insaanka aan kaliyeyga ka ahay qof wiil ah waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryayaa anoo Allah kaashanayo iyo xildhibaanada saaxiibadeeda ah in sharciigaas sida ugu dhaqsiyaha badan lagu horkeeni doono xildhibaanada golaha shacabka lana meel marin doono insha Allah ta'ala ayna heli doonaan haweenka Soomaaliyeed xuquuqdoodii ay ku lahaayeen wadanka insha Allah haduu Ilaahay raali ka noqdo waxaan rabnaa inaan baaq u dirno guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waad u jeedaan masiibooyinka ka socda masiibooyinka ka dhacaya adduunka in ma aragtay aad u hoggaansantaan laamaha dawladda ee ku shaqada leh cudurkan adduunyada aafiyay ee COVID-19 ugu dambeyn hadalkeeda waxa qaadatay xilibanad Canab Xasan Cilmi annaga waxaan la leeyahay sharciga ha daba gelina sharciga ka hada gudiga aan ugu qaabilsan baan kamidah gudiga xuquuqlasaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kamidahay barnaamijkan ka hada lagu yiri gudoonki baarlamaanka lagu yiri iskaga hada joojiya kama shaqayn kartaa baan lagu yiri khald baa ka buuxu lagu yiri khaladka u soo dhagdhig baan ku nii baarlamaanka baarlamaanka culimaha ku jirta rag waxa ku jira professor ra ku jira rag yaqaanaa ku jira diinta islaamka sharciye lawyer ra ku jira u soo gudbi waa nalaga diiday walidinti kala dhalay Sumaye iyo Aamina ayaa mar un u hamuqaba in cadaalada la horkeeno shakhsiyaadkii dhacdadan xun ka dambeeyay Fadumo Cabdu Qadir telefishinka Shabeelle Muqdisho